السلام عليكم، وضعكم لايك للفيديو واشتراككم في قناة فكرة تشجيعا لنا للمزيد من العطاء والتألق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنتعرف على كيفية إصلاح فلاشة يعني مضروبة أو يخصها ملف أو غير ذلك أو أحد الملفات النظام الخاص بها تالف، بحيث أنك عندما تقوم ب يعني بتثبيت بإدخال الفلاشة بـ USB، عندما تريد أن تقوم بعمل فلاش لها أو إعادة تهيئة، يقوم بالتهيئة ولكن لا تحدث الملفات الموجودة به. كما ترى هنالك رسالة تقول لك خطأ في النظام، يعني أحد الملفات تالف أو أحد الأدلة، الرجاء تشغيل أداة المساعدة. يعني لن نقوم بتشغيل أداة المساعدة لأنها لن تفيدنا. وبالتالي فكما ترون سندخل إلى الفلاشة يعني بها بعض الملفات التي لا يمكن فتحها بأي، كما ترون هنالك مساحة يعني محجوزة من طرف هذه الملفات. هذه الملفات لا يمكن أن تفتح من أي برنامج كامل، لأنها تدل على أن النظام، واحد عناصر النظام هذه الفلاشة التي تقوم عليه يعني تالف، ويعني لا يمكن حتى حذف هذه الملفات التي تغطي مساحة في الفلاشة أو في سعة تخزين الفلاشة. كما ترون عندما نقوم بعمل فورمات، لا يعني يقول لك تم عمل فورمات للفلاشة، ولكن في الحقيقة لم يتم عمل فورمات. وفي الحقيقة يعني عندما تطرأ معك هذه المشكلة، قد تظن أن المشكلة من الكمبيوتر. لدينا أحد البرامج يعني لعمل لإصلاح الفلاشات، كما ترون قمت بشرحه في أحد الحلقات. يعني تختار الفلاشة وتضغط على ستارت، ولكن لن نستخدمه لأنه لا جدوى منه، لن يعمل مع هذا النوع من الفلاشات، فقد جربت ذلك. سنذهب إلى منيو الستارت ثم سيرش، نكتب CMD كوموند. كما ترون تفتح معنا هذه الخانة، خانة أو نافذة الأوامر، أو إذا أردت أن تضغط على هذين الزرين اللذين يظهران في الشاشة وتظهر معك هذه شاشة الأوامر، فتدخل مباشرة للCMD. أو إذا أردت أن يعني مباشرة تكتب CMD وتظهر معك هذه الشاشة التي ستكتب بها عناصر الأوامر التي سيقوم هو بتنفيذها لإصلاح هذه الشاشة أو هذه الفلاشة. أولا تكتب ديسك بارت كما ترى في الشاشة، أتمنى أن تكون واضحة. عندما تضغط على أوكي تفتح معك نافذة أخرى، لا تغلق نافذة أخرى ولكن تبقى مفتوحة، تبقيهما مفتوحة بالاثنين. في هذه النافذة أو في هذه شاشة الأوامر سوف يعني لدينا هنا ديسك جي، سوف نقوم بكتابة ليست اسباس ديسك، ثم نضغط على أوكي وتظهر لنا جميع السيرفرات المتصلة أو وحدات تخزين متصلة. لدينا ديسك 1 هو المراد عمل فلاش له وإصلاحه وب 45 ميجا. الآن سنكتب سيلكت ديسك 1 على أساس أننا سنحدد الديسك 1 وهو الفلاشة بطبيعة الحال. سيلكت ديسك 1، نضغط على انتر، ثم يكتب لنا ديسك 1 is now the selected disk
الآن نحن في يعني داخل الفلاش، نكتب clean على أساس حذف مساحة، ثم نضغط على Enter، ثم يكتب معنا يعني يكتب this part succeeded in cleaning the disk. بعد ذلك تكتب create space partition primary create partition primary create partition. أتمنى أن تظهر بشكل جيد. create partition primary كي نقوم بإعداد يعني part جديدة، ونضغط على enter. يكتب معنا الآن disk part succeeded in creating the specified partition. الآن أنشأنا partition. الآن سنكتب format ثم space fs، يعني flash، اختصار لكلمة flash، تساوي format fs تساوي fat 32. ثم format fs تساوي fat 32 32. نضغط على enter، ثم ننتظر لحين ما يعني يحسب، لحين ما تصل إلى 100، وهكذا يعني ترى أنها تعمل، الخدمة تعمل كما ترى. ننتظر حتى يتم الوصول إلى 100، ولا تضغط على أي شيء ولا تكتب أي شيء. كما ترى هنا وصل 91 percent completed 96%. الآن كما ترى نكتب assign ونضغط على enter، ثم نضغط على exit على أساس الخروج من هذه الخانة، ثم في هذه أيضا نكتب exit. هكذا نكون قد قمنا بإصلاح الفلاشة، وأتمنى أن يكون الدرس أعجبكم، ولا تنسوا الاشتراك بقناتنا، وكذلك الضغط على زر لايك إذا أعجبكم الفيديو. مع سعيد الجمالية، بأمان الله.